آن يا مكان، يا سعد يا إكرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان في زمان زمان غابة جميلة قوي، مليانة حيوانات كتيرة حلوين عايشين سعداء ومبسوطين. كانت الغابة دي فيها الحيوانات كلها، المفترسة واللي بتاكل عشب وزرع عادي واللي بتاكل حبوب كمان. كان الغابة دي كل الحيوانات اللي فيها عايشة سعيدة، وكانوا كلهم كل واحد بياكل الأكل الجميل بتاعه حتى لو بيختلف عن أكل الحيوانات التانية، بس كلهم كانوا بيحبوا حاجة واحدة، كلهم بيحبوا العسل، عسل النحل اللذيذ. الله الله، العسل ده كان كل الحيوانات بتروح تاكله مع بعض، وهم كلهم بيحبوا طعمه اللذيذ. وجه فصل الربيع، وقعدت الطيور تغرد على الأغصان وتغني وتقول ألحانها الجميلة. واتملت الغابة بالأزهار الجميلة والفراشات الملونة. وخرجت كل الحيوانات من بيوتها بعد نوم طويل كان طول فصل الشتاء البارد، واستمتعت بدفء الشمس من جديد. وكانت الأزهار الملونة بتملى الغابة في كل مكان، منها الأزهار الحمراء والأزهار البيضة وألوان كتيرة زاهية تملى النفس حب وفرحة. وكانت النحلات بتخرج كل يوم من الصبح بدري علشان تجمع الرحيق من الأزهار وتصنع منه العسل اللذيذ. وفي الغابة كمان يا أصحابي كانت جميع الحيوانات بتحب العسل زي ما قلنا، وكانوا بيقفوا طابور طويل عند خلية النحل كل يوم الصبح علشان ياخدوا من العسل الجميل وياكلوا منه ويملوا بطونهم. وفي يوم من أحد الأيام حضرت الحيوانات كعادتها لتاخد العسل وتأكل منه، ولكنها لقت حاجة صعبة أوي حصلت. وبقى ايه ده؟ فين العسل؟ فين العسل؟ ايه ده؟ ايه ده؟ العسل راح فين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ العسل راح فين؟ انا زعلانة أوي، انا نفسي اكل عسل، انا بحب العسل. انا زعلانة أوي، أب 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 أنا ما فيش ليه عسل أكله، أنا جعان أوي، أنا نفسي أكل من العسل الجميل. راح فين العسل يا إخوانا؟ راح فين العسل؟ راح فين العسل يا إخوانا؟ حد شاف العسل في الغابة كلها؟ أي حد؟ وملقوش عسل، وحزن حزن كبير، وقعدوا يعيطوا. وتسألوا وقالوا لماذا لا يوجد عسل؟ ليه مفيش عسل؟ فتقدمت نحلة نشيطة من النحل وقربت من الحيوانات وقالت لهم: عارفين عارفين ليه مفيش عسل؟ أقول لكم ليه مفيش عسل؟ عشان مفيش ورد، مفيش ورد في الغابة. الورد الجميل اللي ألوانه زاهية وحلوة وجميلة وريحته جميلة قوي، واحنا النحلات بناخد منه الرحيق الجميل ونعمل عنه العسل اللذيذ. أوب 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 أوب. وبعدين هنعمل ايه؟ يعني ايه المشكلة؟ احنا المشكلة دلوقتي احنا النحلات النشيطات مش عارفين نجيب عسل، علشان مفيش ورد، مفيش ورد خالص في الغابة. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ احنا قاعدين كده من غير شغلة ولا مشغلة، احنا نشاط جدا، احنا نشيطين جدا وبنحب الشغل وعاوزين نشتغل عشان نجيب عسل مفيد ولذيذ.
وبعدين طب وهنعمل ايه يا حيوانات؟ يا جدعان حد عارف هنعمل ايه؟ يا جدعان حد يقول لنا نعمل ايه في المشكلة دي؟ أوه 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 أوه. هنعمل ايه؟ خلاص يا اخوانا مش عارفين، احنا نخلي الكلب يحرس الورد بتاع الغابة كله والأزهار بتاعت الغابة علشان يشوف لنا مين اللي بيقطف الأزهار والورود بتاعتنا ويخلينا ما نلاقيش عسل ناكله. هو 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 انا الكلب، انا اللي احرس الأزهار وخلي بالي. شكرا يا كلب، شكرا يا بوبي، شكرا يا بوبي، شكرا يا بوبي. وفعلا اتفقت الحيوانات ان هي تخلي الكلب يحرس الازهار من الورود بتاعت الغابة ويشوف مين اللي بيقطف الازهار دي ويخليهم عايشين في المشكلة الكبيرة دي. وفي يوم من الايام الكلب شاف ارنب جاي بيقرب من الازهار وهيقطف زهرة جميلة، فلحقوا وجري وسألوا عن الوردة دي، فالأرنب ضحك ورد عليه وقال له هاو 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 انت بتعمل ايه يا أرنب؟ فرد عليه الأرنب وقال يا اخي انها وردة واحدة لن تضر. فالكلب سمع كلمة وردة واحدة لن تضر فسكت وقال الأزهار بتاعت الغابة كتيرة، فعلا وردة واحدة مش هتضر. وفي اليوم التالي يا أصحابي رأى الكلب ثعلب بيقطف برضو وردة وياخدها وهو رايح بيته، فسأل الكلب وقال له انت بتعمل ايه يا ثعلب؟ هو هو هو. فرد عليه الثعلب وقال له ايه يا كلب انت زعلان ليه؟ ده انا قاطف وردة واحدة بس، وردة واحدة لن تضر يا اخي. ها 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 ها. وراح واخد الثعلب الزهرة دي وهو ماشي مبسوط وروح على بيته. فالكلب سمع كلمة وردة واحدة لن تضر سكت وقال فعلا الغابة الورد فيها كتير، وردة واحدة مش هتضر. وعدى اليوم، وفي تالت يوم يا أصحابي جت غزالة من بعيد وقربت برضو ومدت إيدها على الورد وقطفت وردة من الورد. ولما الكلب قرب منها علشان يسألها ويقول لها هو 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 انت بتعملي ايه هنا يا غزالة؟ ايه يا كلب انت زعلان ليه؟ انا خدت وردة واحدة بس، الورد انا بحب الورد قوي واولادي كمان بيحبوا الورد قوي، بيبقوا مبسوطين اما كل يوم يلاقوا ورد في البيت والورد تبقى ريحته حلوه مخليه البيت كله ريحته حلوه. ورده واحده لن تضر يا ايها الكلب. فسكت الكلب وسمع كلمه ورده واحده لن تضر وقال في عقله كل واحد فيهم بيقول لي ورده واحده لن تضر، علشان كده احنا مش لاقيين زهور في الغابه ومش هنلاقي عسل ناكله. فراح الكلب عرف سر اختفاء الورد والزهور من الغابة وجري بسرعة على ملك الغابة وقال له هو 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 الحقني يا ملك الغابة، الحقني يا أسد انقذ الغابة كلها. عارف يا أسد اللي بيحصل؟ حاجة غريبة، تخيل يا أسد تخيل والنحل مش عارف يعمل عسل وقعد كده من غير شغل ولا مشغلة واحنا مش لاقيين العسل اللذيذ وصحتنا بقت في النازل. ويا ترى ايه السبب يا كلب؟ ايه السبب قولي؟ مين اللي بيأذينا كلنا ومين اللي بيضرنا كلنا؟ تصدق 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 دي الحيوانات كلها كانت بتقطف الورد. اما انت لازم يا اسد تعمل لهم شروط، انت لازم يا اسد تعمل لهم شروط. الحيوانات كلها، كل الحيوانات يعني يا كلب؟ ازاي قولي؟ ايوه يا اسد، ايوه يا اسد، انت لازم تاخد قرار وتنقذ الغابة من كل الحيوانات اللي بيكتفوا الورد.
وبيأذونا. العسل الجميل لما يخش في بطننا بيحسنه، وهم دلوقتي كتفوا كل الورد. لا، لازم نحمي الورد والزهور الجميلة علشان نعرف نلاقي عسل لذيذ ومفيد ناكله اللي احنا كلنا بنحبه. وغضب ملك الغابة غضب كبير، وجمع كل الحيوانات في اجتماع طارئ، وأعلن أمام الجميع قراره وقال: يا حيوانات الغابة كلكم سمعين، واللي موجود يقول لي للي مجاش، اللي هيقطف أي وردة أو أي زهرة هيتحرم من العسل لمدة أسبوع. خلاص يا أسد، خلاص يا أسد، احنا مش هنعمل كده تاني. خلاص يا أسد، خلاص يا أسد، احنا مش هنعمل كده تاني. والحيوانات كلها تأسفت عن الموضوع بتاع قطف الزهور ده. أنا آسف يا أسد، ومش هقطف الورد تاني. أرجوك يا أسد سامحني، أنا آسف. واعتذرت الحيوانات ونفذت قرار ملك الغابة وامتنعت عن قطف الأزهار. وبعد فترة من الزمن عادت الورود تملى الغابة من جديد، وعادت النحلات تصنع العسل اللذيذ وتوزعه على سكان الغابة السعيدة. الله، العسل طعم جميل قوي. يا ربي احنا كنا محرومين من النعمة الجميلة ديت. شكرا ليك يا نحلة اللي انت بتعملي لنا العسل الجميل دوت. الله، احنا كنا محرومين منه العسل ده، والعسل بقى طعم جميل ولذيذ. الحمد لله بقينا ناكل عسل وصحتنا بقت قوية، وكمان بيدينا نشاط وحيوية. ونتعلم من حدوتتنا الجميلة دي يا أصحابي إن كل واحد بيعمل خطأ وهو شايف إن هو خطأ صغير وبسيط، ممكن إن الخطأ ده يكون بيتسبب في مشاكل كبيرة جدا وفي حاجات كبيرة جدا هو ما يعرفش عنها حاجة. فلما كل واحد فينا ما يغلطش ويعمل الواجب اللي عليه بشكل سليم، كلنا هنعيش سعادة ومش هيبقى فيه اي مشاكل خالص. وما نستهونش ابدا بحاجة صغيرة تكون غلط، لان ممكن ينتج عنها مشاكل كبيرة جدا. وتوتة توتة، خلصت الحدوتة من حواديت عم حسام. حواديت عم حسام، حواديت عم حسام. واتمنى ان انتوا تكونوا اتبسطتوا. احنا اتبسطنا قوي قوي يا عم حسام، احنا اتبسطنا قوي قوي يا عم حسام، حكايتك جميله قوي. وفي الختام اشكر اصدقائي عبد الله وكنزي، واشوفكم الاسبوع الجاي مع حدوته جديده من حواديت عم حسام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.